قضبك كوباد وحوي يعني مكارم الأخلاق كميدة والإحسان إلى الناس إن أضطك أصم فشو قف محسن إن أضنقت أضطك أصم فلا سمفلك مرق أنه عيب بنيها نن مالبوغ أصم فليكرا نن علمو أصم فليكرا نن عقل إيا طلاء إيا مسكح بوغ أصم فليكرا نن جاه بوغ أصم فليكرا نن بوح بوغ أصم فليكرا مرق وإن هذا سكود ضيدا إن أنا قد توقف محسنة ومن أكبر الأخلاق وحل غيابة إن أخلاق ونعكسن مرق الله شيء ما له صوت كلا في اليوم من أعظمها والإحسان إلى الخلق تعامل كذا إن أدونا جسه قاب كذا رتق ميسه بس لا أدلة بدن بين تسنيس قرآنك إلهي تبارك وتعالى وحوت المامي ضدك إحسان كسنة إلهي بألجرة بل واحد كورا أن تقف إلهي أولجره قف كاسي كورا أودي سنتين لك إلهي أولجره إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون إلهي تبارك وتعالى كور إلهي كبقى أيوم عوضيه أولجرة إلهي كوة إحسان كالسمائية والذين هم محسنون أي معوذ أيه للجرع عجيب إياه ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين ربي سبحانه وتعالى وحير والإحسان سمائية مرغة وأحسنوا أمر جملة وواجب وحلقي عند التفصيل مسائل كقارد إننا واجب نقن لكن سجود إحسانك وشي واجب قفكو إنو كسي فيسي إحسان سادر تيدبا إلهي وحوت المامي وأحسنوا إن الله يحب المحسنين والإحسان سمعي أو صنفلك كد ذالي إلهي وحج عليها كواس كوا إحسانك السمعي أيا رب جعليها سبحانه وتعالى إحسان كنا وحو الصوابا لبا قضب إلهي إنو كجع لاضو مخلوقات كيسئية بني آدم كاسناء كجع لاضو محاد دوني مرخا كامقن هدو إلهي نرغالي كان نقض مخلوقات كيسئة نرغالي أي كاوذيه محا كامقن لبا ضابا داس ليش لبا ضابا تنع لقوه إله وحو إلي الإمام أبو الفتح البستي رسالة ديسي عنوان الحكم ينظمي قاهيد أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الإحسان إنسانا حويري مركز وحوية ينددك وإحسان سمي واد أدون سنيسا قلوب تود قلبك ميل ونأكسن بعد كده قيسا هدو دي قفك ونأكسن يا قفك حن إساقو ونأك وحبا نغم تربا هدو قفك حمان رشي وحمان فلو بويا قلوب تودا واد حنان ايسا او واد قوان ايسا وحو يري بدنا انت او احسانك ايا سمفالك او ادون صدي قفدن صومالي هرابي اوغا مهمادو وحيت لي افوح مني حشو قفك اطادو احسان سميسو اخلاق حمي ايا حمام كل مسو اذيو وكا حشون ايا امي سا اقوام ما ايا مرخاس حوو ايا نقول احدبات ايسا إمي ساقفا دحذين كليت إمي سان دبك الشذنين إمي سا أومن وإن القف ضدك كور هيا أو إحسان سمياتا ضدك قف أنفع وإنات ولذلك ضدك وحاقو خير بدن سيدا النبي جانو الشيء عليه الصلاة والسلام في جامع الترمذي وغيره خير الناس وأنفعهم للناس ضدك وحاقو خير بدن بأنني محمد عليه الصلاة والسلام كضدك وقو احترق بدن قف واحتر وين النقطة هو احتر له وين النقطة مركة فأتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين
qur'aanku intaas soo jeer baa ilaahay tabaaraka wa tacaala dadka muxsiniinta inuu jecel yahay uu tilmaamayaa. Waxay aayaddu caddaynaysaa dadkan sawaabkii adduun iyo kii aakhiraba la siiyey inay dad muxsiniin lahaayeen bay caddaynaysaa. Min baab dalaalatu liimaai watanbiih, meesha u yaqaaniin usuuliyiintu, sababtoo ah xagga dambe waxaa laga daba keenay wallaahu yuxibu lmuxsiniin. Marka waxyaalahay ku mutaysteen sawaabkan baa wuxuu yahay ixsaan. War ilaahay agtiisa intaad wax dhigato qof muxsina noqo hagaagsan, ta noocaasa ku dadaal. Ayib, ilaahay tabaaraka wa tacaala si khaasa waxaa la uu sii amray in loo ixsaan sameeyo dadka waalidiinta iyo qaraabada iyo asxaabta iyo musaafiriinta iyo dariska. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل أفرزوا قرآنك إلهي تبارك وتعالى مركو كهر لأفرز عبادة بي وحل وحج السيئة لبذي والد إلهي كريه عابده وحناها قرب لغنى وبالوالدين إحسانا إحسانا masirku wuxuu ku nasbisan yahay ficil maxduufa, waxay ka dhigan tahay waa axsinuu bilwaalidayni ixsaana, labadan waalidna ixsaanu sameeya, iyagana ixsaanu sameeya, waa axsinuu ixsaana weeya, qaraabadana ixsaanu sameey. Waalidiinta waad aragteen oo dhibaatada haysata, wuu yar yahay nin waalidkiisa si fiican sidii ugu fiicnayd ula dhaqmaa, waniya way yar tahay. Qaraabadii sidoo kale, nin waliba isagu tiisa iyo hadduu calooshiisa dhargiyo oo dhiisha uu dhaansado, meeshuu seexan lahaa iyo meeshuu gali lahaana uu diyaarsado, waxaad moodaa cidna maynana waxba ka gelin. Cajiib! Haddaba halkaas ilaahay uu sii wado waxaa la yidhi agoommahana ixsaan u sameey, dadka musaafiriintaana ixsaan u sameey. Haddaynu isweydiinno, marka leeyahay musaafiriinta ixsaan u sameeya, ma ninkuu ku soo dego oo keli ah ama ninkuu hoyda oo keli ah? Musaafirka ixsaanka loo sameeyana la sheegayaa, ma shaqsiga u yimid oo keli ah talo? Maya, qur'aanku si guud buu ula hadlay oo waa axsinuu si caama dadkii loola hadlay. Asalkuna waxa weeyaan inuu caamku calaa cumuumihi baaqi ku yahay. Nin kasta oo ninka musaafirka arka weeyaan, nin kasta oo la kulma weeyaan, ixsaankiisuna noocyo badan doonaa. Talaad siin kartaa, meel baad u tilmaami kartaa, nool baad ka bixin kartaa, waxbaad siin kartaa, siyaabo fara badan. Markaa kaana waa la mid waxa qur'aanku uu sii tilmaamay. Markaas waxa weeyaan dariska kuu dhow iyo ka kaa fog labadaba inaad u ixsaan samayso. Walidaalika caaisha radiallahu canha waardaaha yaa waxa dhacday, waxay tidhi rasuulka ilaah, xadiid ka fi saxiixi muslim, laba daris baan leeyahay, keenu hadiyayaa labadaa daris, ilaa aqrabihimaa minki baaban, buu nabigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam, ka kuugu soo dhow xagga albaabka, mid hadduu kuu jira 10 mitir, midna 20 mitir, kan 10-ka mitir kuu jira ayaa markaas waxa weeye xaq leh. Ayib, saaxiibada kaad guriga wada gashiin, saaxiib biljambi kaad guriga wada gashiin baa soo gudagalay, waxa soo gudagalaya kaad cilmiga wada akhrisanaysiin baa soo gudagalaya, kaad masaa'idka safkooda ku wada tukanaysiin baa soo gudagalay, kay shaqadu idinka dhexaysaa soo gudagalay. Asaaxiib biljambi iyo dadka kaleba si guud. Aayaddaas soo duuduub, ilaahay wuxuu yidhi aakhirka, inna allaha laa yuxibu man kaana mukhtaalan fakhuuran. Ixsaanka qofkan samayna waxaa lagu tilmaamay inuu yahay qof isqaadqaadayo kibirsan oo faan badan. Walidaalika faanku waa min sayi alakhlaaq. Soomaali hore baa waxay ugu maahmaahday nin isfaaniyey waa ri isnuugtay, ri hadday hoos kuu foorasta ka waran way isnuugtay.
waxaan waarihii sunuugtay. Marka u fiirso, fakhuur weeyaan, walibaatana amhilatu lmubaalaqa lagu keenay faan badana weeyaan, wuu faanaa keliya lama dhihin oo kibir badan. Waxaanad moodaa aayaddu gaar ahaan innaga soomaalida inayna tilmaamayso, dawabayna tilmaamaysaaba waxaad moodaaba ma aha, sababtoo ah soomaalida inkaartayna haysta waxaad arki waa faqiir, waxba islama hayo, kibir buu haddana sanka taagaya. Hal qaacidana iga qabsada, haddaad aragta nin sanka taagay, ceeb buu sanka la taagay, hal ogaado wax kale lama taagay. Nin sanka taagaba haddaad aragtiin, ceeb buu sanka la taagay, wuu ceebaysan yahay. Waxa ka dhex saaray ummaddu sanka la taagay la kibirsan yahay waa ceeb weeyaan. Qaaciyadaana gunto, khudha biduuni samani, nin sanka taagay ceeb buu sanka la taagay. Idan waxaynu u baahan nahay inaan ixsaanka ku dadaalnaan qodobada kalena ka faa'iidaysano.